المتابع في الأحداث في مصر هيلاقي إن في حاجات بقت طبيعي وبنشوفها وبقت متعارف عليها. لو أنت متابع الأحداث السياسية والأحداث اللي بتحصل من الدولة مع المواطن المصري هتبقى حاسس إن دي ممكن تتخيلها، وفي حاجات تانية لو واحد مش متابع ومش عارف الوضع في مصر مش هيتخيل أبدا الحاجات دي ممكن تحصل. من الحاجات دي مثلا تشريد أهالي مصر أو الأهالي العريش، وإزاي النظام بيشردهم دلوقتي، وده بعد ما أخذ النظام أو رأس النظام المصري قراره بإخلاء منطقة ميناء العريش وإزالة جميع البيوت اللي حواليها. طلع قرار رئاسي رقم 465 لسنة 2021 بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح مين؟ لصالح القوات المسلحة. طبعا الأمر ده كارثة كبيرة جدا، لأنه مهما عملت مفيش أي حاجة تعوض بني آدم مواطن مصري والأهالي عن بيوتهم وعن العيشة اللي عاشوها وذكرياتهم وكل حاجة احنا عارفينها وسمعناها قبل كده في الوراق وفي غيرها من الأمثلة اللي موجودة داخل مصر. وبالفعل راحت قوات الأمن وبالقوة عشان تنفذ عملية إزالة منازل الأهالي في العريش، وكان في رسالة من أحد مواطني العريش نشوف الأول قال إيه. صفونا كلنا، طلع سلاحك وصفينا. احنا يمنينا ان احنا مو تحت بيتنا، صفينا يا صفيني يا تموتني تحت البيت. هي كده تروح فين؟ احنا في ارضنا، مش هتسيبنا يا ارضنا، احنا على موتنا، احنا على موتنا، مش هتسيبنا يا ارضنا، مش هتسيبنا يا ارضنا، احنا على موتنا. للأسف قرارات عشوائية مفيش أي مستفيد منها، بل بالعكس الوحيد المتضرر هو المواطن المصري. زي ما حضراتكم شفتوا المشهد عامل إزاي، وقوات الأمن محصرة الأهالي واقفين قدامهم بكل سلاحهم عشان يهدوا بيوتهم. وسمعتوا برضو رسالة المواطن اللي قال له صفيني، طلع سلاحك وصفيني، أكرم ليا إن أنا أموت تحت بيتي وصفيني. وده إن دل فيدل على أن الأهالي لن يعوضوا عن بيوتهم مهما حصلوا، مهما عملت لهم ومهما عملت لهم الدولة، وعشان كده هم واقفين قدام قوات الأمن بالشكل ده وبتظاهروا بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. وهنشوف برضو أو هنستعرض جزء تاني من تظاهرات أهالي العريش. دي كانت هتافات الأهالي في وش قوات الأمن اللي كانت جاية تنفذ قرار الإزالة لبيتهم بأمر من رأس النظام بعد القرار اللي أصدره. والموضوع طبعا خد تفاعل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية مع حساب باسم باسم البسيتي. باسم بيقول حتى الناس عايز يسرق بيوتها، هنا طبعا يقصد النظام اللي عايز يسرق بيوت الناس ومش باقي معاه أي حاجة في البلد يسرقها غير بيوت الناس. حساب آخر قال حسبي الله ونعم الوكيل، الحل من عند ربنا، لأنه خلاص الشعب ده مات وكرامته ماتت ومفيش حد يثور لأجل الناس دي ولا حد هياخد حقهم وربنا يتولانا برحمته. الشاهين كتب وقال طبعا، ودي من إنجازات الجمهورية الجديدة، بس إيش الفرق بين هدم بناء أو مباني الفلسطينيين بالضفة وبناء مستوطنات بدلها وهدم بناء البسطاء من الناس بالعريش وتبديلها بأخرى؟ سامي علق وقال أيام الثورة كانوا بيقولوا العسكري الغلبان ده أخويا وأخوك وما لهمش ذنب، أهو العسكري الغلبان ده هو رأس الحربة وأداة بإيد الظلمة عشان يهجرونا من بيوتهم. آخر تعليق معانا من أم مصطفى اللي قالت زي الوراق عملوا كده وبعدين استسلموا، يعملوا حكم القوي على الضعيف. دي كانت تعليقات جمهور السوشيال ميديا على عمليات تهجير أهالي منطقة حي ميناء العريش بالقوة وإزالة منازلهم، واللي اتكلموا عن مدى الظلم اللي بتتعرض له
أو بيتعرضوا له الأهالي في المنطقة، وإن كل حاجة في البلد دقت للأسف بقوة السلاح وطلع لك قرار يقضي عليك وعلى أولادك وعلى مستقبلك، ومش مشكلة أصلا أنت مين ولا مشكلة المواطن، أهم حاجة أخد أرضك وبيتك وأنت عند الدولة أصلا للأسف مالكش أي تقدير ومالكش أي لازمة من الأساس.